تحية من القلب بوجه لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بالبداية بذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. انسان مبدع حساس يرى باقواله واعماله الصدق، طبيب متمرس يتعامل في عمله بفهم معناها إنها رسالة وليست مهنة. فما أجمل إنسان يلي بتقن فن التعامل، ذو النظرة العميقة، شخصيته عجيبة تميزت بصفات عديدة كانت كافية ليكون طبيب ناجح وعازف سحر الحاضرين بعزفه. يعتبر الفن نتاج إبداعي للإنسان، حيث بشكل فيه المواد لتعبر عن فكرة أو ترجمة أحاسيس وتعبر عن الموهبة الإبداعية. الموسيقى غذاء للروح وشفاء للنفس، مقوية العزيمة، محركة الشعور وعلاج للمرض. طفل حالم ابتدأت قصته بعمر السنتين ونص بعد ما اكتشفته والدته بموهبة العزف على البيانو، ومن هون قرر أنه يحقق الحلم. نعم، دكتور أنطوان كرم حاول أنه يسير على درب الموسيقى بإبداع، جمع كل الألحان وهي القدرة اللي بتفوق على الذات ليكبر الحلم ويتجسد ويتحقق نجاح أكبر بلبنان. نحن وياكم بهالمسا بدنا نفرح وبدنا نسمع أنامل حلوة على آلة العزف البيانو. الليلة بدنا نحاول نصغي، الليلة بدنا نحاول نكون كليتنا بأحاسيسنا وبقلبنا وبكل مشاعرنا مع خينا وحبيبنا وابن ضيعتنا الدكتور طوني كرم. فأهلا وسهلا فيه بضيعته دكتور. دعيوا أهل ضيعته ليكرموا ابنهم الطبيب العازف لحائز على تقدير عالمي، وترعرع على سماع مزيج من الموسيقى، فراح يلحن بأسلوب خاص مقطوعات الموسيقية الخاصة، فشارك أمام حضور كبير عبر من خلاله أنه الموهبة والحياة الطبيعية تصنع الموسيقى الناجح والمبدع. رح بلش بمقطوعتين تألفوا بالكنيسة للكنيسة. رح خبركم شوي عن بعض الدقات لحتى تضل كلنا مثل عم نتشارك، لأنه الموسيقى مش هي بس موسيقى، حلو الواحد يعرف شو في ما قبل الموسيقى وما بعد الموسيقى. فأول معزوفة لباخ رح تعرفوها كلكم، وتلحنت وبتتغنى سو رح تعرفوها بكل سهولة. تاني مقطوعة هي عبارة عن 5 6 مقاطع صغيرة رح ينلعبوا ورا بعضهم بدون تقطيش، وبعدين منكمل بالموسيقى اللي إن شاء الله بتكون على ذوق. Thank you.
شارك بحفلات عدة ليقدم للناس عمل موسيقي فريد وعمل فني رائع، نال عدة جوائز وشهادات تقدير عالمية، وشارك بعدة حفلات وعزف ليعبر عن مشاعر ما بتقدر توصفها الكلمات ومش كافية إنها تعبر عن يلي بداخلنا. كل ثلاث دقات لهلا رح دقهم، هي أول مرة بيندقوا من فضلك. أنا بألف بس ما بدقهم عادة. بيسألوني ليش؟ لأنه أنا بعتبر إنه الموسيقى هي أعمق من الكلام. وإذا واحد كتب حدا دقهم عنه ما بيكون عم بيعبر عن المشاعر اللي هو حصلها. فلأنه نحن بالكفور ولأنه الكفور ضايع فيه، قررت سمعكم اياه. رغم صغر سنه والشهرة اللي حققها من خلال العزف على البيانو، إلا أنه كان طموح، مسؤول، مثابر وناجح من خلال اختصاص ما بيبعد عن الحب، الحنين، الشعور، التعاطي بالأحساس، واللي كتار حكيوا عن دور الموسيقى وتأثيرها على الأجنة وأنها بتزيد من ذكاء الجنين. الجراحة النسائية التوليد والعقم هي أشبه بإبداع من نوع آخر بتجمع الحلم، الحياة والاستمرارية. دكتور أنطوان كرم قدر يعرف كيف يجمع بين ولادة الطفل من رحم أم
وولادة معزوفة جديدة ومقطوعة موسيقية بتلطف المشاعر من خلال الألحان. دكتور أنطوان كرم، اختصاصي جراحة نسائية توليد وعقم، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ما بعرف إذا بهالحلقة حد بعد نحكي غير عن الإحساس والمشاعر والعزف، بدي هنيك وهيدا شرف كتير كبير لقلي إنه يكون عندك سوربريز بحلقتي بهالكونسرت اللي صار بضيعتك. مرسي لألكم ولأنكم طلعتوا وفاجأتونا وتانكيو على الفوق. أهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم رح أنقل، رح جرب قد ما فيي لأنه عندي حلقة بدي أعملها، رح جرب قد ما فيي نحكي عن موضوع بيصير يمكن شائع مش شائع، رح أجرب قد ما فيي نوضح مع حضرتك هالمعلومات أو إذا بدك شو هو هالمرض وليش بيصير ومع مين بيصير. عندي كم معلومة بيقولوا أنه يعتقد أنه تسمم الحمل بيحدث عندما لا تؤدي المشيمة وظيفتها بشكل صحيح. ربما بتشعرك هذه الحالة الطبية أنت وطفلك، أنت وطفلك طبعاً المرأة، بالمرض الشديد ما لم تعالج. هون بتحدث الإصابة بتسمم الحمل بالنصف الثاني من الحمل، وغالباً ما بتحدث بالمرحلة الثالثة من الحمل بعد بلوغ الأسبوع 27 من الحمل. بتتراوح الإصابة بتسمم الحمل ما بين الخفيفة والحادة، وتعتبر الإصابة الخفيفة بتسمم الحمل أمراً شائعاً جداً، وتصيب هذه الحالة حوالي امرأة واحدة بين 10 نساء حوامل خلال حملهم الأول. إذ كانت الإصابة خفيفة فقد ما لا تدرك أنها بتعاني منها حتى تتصل بطبيبة، وهون بيكون في مؤشرات للإصابة في بأحد فحوصات ما قبل الولادة. بيساعد الاكتشاف والعلاج المبكر بالحفاظ على صحتك وسلامة طفلك، وتعتبر الإصابة الحادة بتسمم الحمل أقل شيوعاً بكتير، وبتصيب هذه الحالة حوالي امرأة واحدة بين 200 امرأة حامل. هل معلومات صحيحة دكتور؟ معلومات صحيحة وكتير مهمة، وأهم شيء أنه المرأة الحامل اللي بدها تعرفه أنه أوقات كتير البداية تبع تسمم الحمل ما بيكون حدا معه خبر. يعني ولا هي لح تحس بشي، وأوقات كتير حتى الطبيب ما بيشعر في شيء. يعني هيدي شغلة بتصير، وبس بده الطبيب دايما يكون عم بينبش على بعض الأشاير لحتى يقدر يلقطها مزبوط، تيقدر يعرف أنه رايحين بهالاتجاه. يعني ما في أنا لوم طبيب أنه ما عرف. شوفي حسب إذا كانت بالقصة بأولها، أغلب الأوقات في عوارض كتير مثلا صغيرة بتبين هي بتتشارك مع أشياء طبيعية نورمال. مثلا أعطي مثل، بيقولوا في ارتفاع بالضغط بتسمم الحمل، في ناس عندها ارتفاع بالضغط وما عندها تسمم حمل. صحيح. في بيقولوا أنه بينزل بروتين بالبول. بالبول. أوكي. أوقات بينزل بروتين بالبول وهو ما بيكون. يعني اليوم مثلا بأمريكا تغير الديفينيسيون أو التعريف تبع هالحالة، كان من قبل مجبور يكون في بروتين بالبول، اليوم ما بقى في هيدا الكريتير، يعني هيدا القصة. فالفكرة هي أنه أمور صغيرة بسيطة ممكن أنها تصير، بنفخ الإيدين بنفخ الإجرين، اللي هي بتصير عادة عند المرأة نورمال، بس يصيروا مع بعضهم بصير مثل واحد عم بيحضر انه في مشكله بدها تصير. هون اذا الطبيب ما انتبه ايه يمكن انه بينلام، بس اذا انتبه له العلاج بتنفذ بطريقه مزبوطه اغلب الاوقات ما بيصير شيء. طيب شو سبب ليه بيصير في تسمم بالحمل؟ مثل ما ذكرتي بالريبورتاج انه مزبوط هي المشيمه هي البروبلم. المشيمه يعني البلاسنتا يلي هي بتمرق الغذاء والدم من الام الى الجنين. اوكي. هالبلاسنتا بتكون علقانه على بيت الرحم. بيقولوا، لان هذا منه مبرهن، انه الطريقه اللي بتكون معلقه فيها لسبب او لاخر ما بتكون عم بتمرق مثل هالغذاء او هالدم مثل ما لازم. اوكي. اوكي. وبيصير في مثل نوع من ريزيستنس، او يعني الشرايين ما بتعود تتصرف بطريقه فلكسبل انه تمرق هالدم مثل ما لازم، بتشد. وقت اللي بتشد بيعلى الضغط. بيعلى الضغط تتاثر الكلوي. يعني اول عارض هو ارتفاع الضغط بالمبدا هيك. او بتتاثر الكلوي، مثلا اذا الواحد حد اذا المراه عندها الكلوي شوي حساسه وببلش ينزل بروتين بالبول كتير. بس هو كلهم عوارض بعد المراه ما بتحس فيها اغلب الاوقات، ما بتحس فيها. في عنا حالات انه وصلت يعني وصلت تسمم الحمل بمرحله متقدمه وما حدا عارف شيء، وحتى اوقات بتجي مثلا بدون ارتفاع ضغط. يعني اوقات بيعمل تعمل عوارض ما بتحس فيها، واوقات في عوارض بتحس فيها.
مثلاً ارتفاع الضغط ممكن تحس فيه إذا وجع راسه إذا شيء، إذا ورموا إجريا كتير، إذا زاد وزنه بطريقة غير طبيعية. وجع الظهر. وجع الظهر هي بيقولوا إنه هيدا شيء بيصير بس ما بنشوفه كتير لأنه أغلب الحوامل عندها وجع ظهر لأسباب تاني، فمش هيدا هو التركيز. مثلاً واحدة من الأشياء اللي نحنا منركز عليها على قليلة حرقة بالمعدة. هلأ عزيز، هو عوارض مش ممكن ما تتوقف عندهم المرأة، بس إذا اليوم أنت عندك حرقة بتعطي دواء للحرقة وما بتروح، إذن هيدا إشارة. مثل وجع الرأس، إذا أوكي وجع الرأس أخذت حبة دواء لوجع الرأس وراح الوجع نو بروبلم، بس إذا ما عم بيروح وعم بيكون مستمر هيدي دليل. إذا اليوم ما عم تاكل المرأة كتير ومن جمعة لجمعة أخذت 3 كيلو، طب شو صار؟ نحن هون بنسأل مثلا الفوطة على الحمام يعني البول عم بيكون أقل، شو لونه؟ إذا كان لونه غامق وكميته أقل يعني أنت هالمي ما عم تظهر من جسمك، عم تبقى بجسمك، هي عم تعطيك الوزن. يعني عرفت يعني عدة أمور بدك تنتبهي لها، مش إنه إشارة واحدة وخلاص، مش حبة طلعت وهي هي المشكلة. إيه بس دكتور أنطوان هون عوارض اللي عم تحكي عنهم، يعني المرأة أوقات ما بتتوقف عندهم إلا إذا مرة كانت كتير مسرسبة بخلال حملها، بتبقى واقفة حد عند أي عارض بتحس فيه روخ خفيف. هون يعني هون المرأة ما بتوصل لعندكم على المستشفى إلا بتكون خلاص يعني بمرحلة متقدمة. شو هي مش مفروض تتسرسق؟ أوكي. لأنه هو كلهم العديني هون كل واحدة لحالها هي ما بتشكل أي مشكلة، بس أوكي. بس يجتمعوا مع بعض هي المشكلة. وجباتها إذا راحت عند الطبيب بانتظام، طبيب وجباته أنه يوصل الأشياء مع بعضها. فهون الطبيب دوره أنه إذا جيت أنت لعندي كمرأة حامل قلتي لي عندي وجع راس وكل هوليك مش موجودين، أنا ما بخليك تعتلي هم. بس اليوم قلتي لي عندي وجع راس وشوي زاد وزنك، لأنه إحنا منزينك كل مرة وفي شوية بروتين يمكن بالبول وضغطك ندفع على الحفة، أنا دغري ببعتك تعملي فحص دم، لأن بفحص الدم أنا بقدر بعرف إذا الكبد بلش يتأثر. إذا الكبد بلش يتأثر يعني هون مثل واحد عم يشوف الغيوم فوق البحر وشايفهم جايين على صوبك، بتشتري شمسية يعني بتتوقي بتريحيها، لأن بس ترتاح المرة وما بقعد عندها أكتيفيتي كتير تروح وتجي وكذا، بيرتاح المشيمة وبيرتاح الغذاء لإلها وبتكوني أنت عم تشتري وقت. يعني تسمم الحمل ما بيجي هيك سبيت؟ لا ما بيجي هيك بسرعة. يعني بيجي على مراحل وبيجي كتير بطيء. أوكي. بحالات نادرة بيجي شوي بسرعة، بس هو اللي يا بيكونوا بآخر مراحل الحمل. أوكي. يعني عنا ناس يعني أنا فيني أتذكر كم شخص صار عندهم حالات من جمعة لجمعة، جمعة ما كان بها شيء أبدا، فحص الدم كان نورمال. تاني جمعة كان عندها تسمم حمل وكتير سريع وكانت عم بتكب بروتين بالبول بكميات هائلة واضطرينا نشيل البيبي بسرعة، وإلا لو تأخرنا كم ساعة كان صار في مشكلة كتير كبيرة للبيبي. بس في كمان حالات نادرة بتصير، انت ذكرت انه من 27 أسبوع وطلوع، من 27 ل 30 كتير قليل لنشوفهم، بس إذا شفناهن يعني المرأة رايحة بتطور كتير سريع لمشكلة كتير كبيرة أو مع البيبي ومجبورة تاخذ قرار سريع بتوقيفها. ممكن يموت البيبي يعني أو المرأة إذا ما لحقتها، يعني لأنه تسمم الحمل إذا راح على الفورم الأكثر شيء أسوأ فورم لإله، ممكن يسبب جلطات بالدماغ، ممكن يسبب مثل واحد بيوقع بالنقطة، ممكن تروح كوما، ممكن يصير في انفجار بالرأس، يعني في مليون قصة كتير كبيرة ممكن أنها تصير، وممكن تؤدي لحالة تانية اسمها هيلب سيندروم يلي هي ببلشوا الأعضاء يوقفوا ويبطلوا يشتغلوا. هنتوقف دكتور مع فاصل صغير من بعده حتى نحكي عن التشخيص عن العلاجات ومضاعفات هذه المشكلة وكيف فينا نتوقع منها إذا كانت بإرادتنا أو خارج إرادتنا. عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفنا دكتور أنطوان كرم. مش عم رحب فيك من جديد دكتور، حضرتك اختصاصي جراحة نسائية توليد وعقم. دكتور عم نحكي عن تسمم الحمل عند المرأة الحامل، طبعا هون بدي اقول هل في ناس معرضات، نساء معرضات لهيدي الشغلة؟ يعني بتعرفوا انه سهل مرة من خلال حملها او من خلال استوار فاميليال تبعها ممكن تكون هي عندها استعداد لهيدا الموضوع؟ بيقولوا انه اذا كان عمرك متقدم أو إذا كان عمري كثير صغير، يعني مثلا عمري 25 ممكن يكون، أو إذا عمري 45 أوكي.
في ناس بيقولوا انه اذا صايره بالعائله ممكن انها تصير، هيدي منا كتير دقيقه، لانه اذا صايره بالعائله وعم ترجع تصير مع الاشخاص يعني في مشكله تانية بدوره الدم مثلا او بتكثر الدم او شيء هيك، هو بيكون عم بيسبب لمشكله بالمشيمه يلي هي بتسبب لاشياء بتشبه تسمع الحق. فاذا هيك بس تقلك انه اوقات بيجينا ناس ما في ولا اشاره انه رح يكون عندهم شيء وبتصير، لانه هي الموقع تبع البلاسنتا على الرحم وكيف تغذيه الرحم للبلاسنتا هي اللي بتعمل. فبده يضل واحد من هي ما بتقدر تشوفها من خلال الايكو كيف وضعها واذا في مشي ما في ابدا لا أي. لانه بالايكو ببين انه البلاسنتا موجود موقعه منيح او واطي او عالي، بس مش هو واطي او عالي، هو كيف الدم عم بيتجاوب ما بين المشيمه وما بين الرحم. إذا نفوت بالتفاصيل في يكون مشكلة من الرحم ريلي وفي يكون من المشيمة بحد ذاتها هي تكوينها قاسي مثلا. طيب اليوم أكيد سؤال بيطرحوه كتار من النساء، هل رح يتكرر هالشي معي بالحملة الثانية أو الثالث؟ أحسن سؤال سألتي هيدا. أغلب الأوقات أنا كل أسئلته هوليك ما لها عادة إلا عادة وبتجنن، بس هيدا أحسن سؤال لأنه الكل بيسألوه بس تصير معهم لأنه مشكلة والعلاج طبعا او بتولديها مبكره وهيك بتجي ما بقى بدها تحبل مره ثانيه، هيك اغلب الاوقات ما بتتكرر. هيدي يعني لازم الناس تعرف انه صار معها هالشيء اول مره على الارجح ثاني مره ما رح تصير. ما بنعرف ليه كمان يعني واحد فيه يتكهن انه ممكن هلا الرحم مثلا ما هو بينفخ وبيكبر والشرايين تبعه له بتتغير، يمكن المره الجايه بصير اسهل هالبلاسنتا انها تاخذ الدم والغذاء، ما بنعرف هذا كله يعني تكهنات. ولكن اغلب الاوقات ما بترجع كثير، اذا رجعت صارت يعني في مشكله ثانيه بدنا ننبش عليها، نرجع نحكي عن تكثر الدم والقصص هول اللي لازم ننتبه له. او اذا المراه هي بالاساس عندها ضغط عالي وحبلت وممكن هالشي اذا ما تلاحق مزبوط بيأثر على الكلوي، الكلوي بتنضرب بتعطي شيء اشير شبيهه. بس هون اكيد بيكون في متابعه من قبل الطبيب طبيعي. يعني عارف انه ضغطها عالي وبكون عم يتابع اكثر من اي مراه اخرى ما عندها ولا اي مشكله. طب اليوم تشخيص بس توصل المراه عندكم بهالعوارض يعني انتم تقريبا بتشكوا انه هي تكون ممكن تسمم الحمل، شو اول تشخيص تعملوا؟ فحص بول، فحص بول، فحص دم، الدم والبول يعني بمثابة بعضهم. وحتى أنا بالنسبة لي فحص الدم هو أهم لأنه مثل ما قلت لك كل مرأة حامل فيها تنزل شوية بروتين بالبول، بس فحص الدم هو كتير مهم لأن بيقول لي إذا الكبد عم ينضرب. إذا الكبد بلش ينضرب أو أمور تانية بفحص الدم نحن مننبش عليها بتبلش تبين مثلا إذا في مشكلة أو عم تروح على تسمم الحمل أو على هيلب سندروم، هوني بصير عنا أنه بدنا ناخد قرار شو بدنا نعمل. القرار بيتعلق بوين هي بمرحلة الحمل، هل هي 28 أسبوع، هل هي 30 أسبوع، هل هي 36 بشهر التاسع. إذا بالتاسع ولادة لأنه بس شيل مش البيبي، بس يطلع البيبي وتشيل المشيمة البلاسنتا بتبلش الأمور تبرم. بتطول يمكن 24 ساعة أو 48 ساعة وبعدين بتبرم. بس هي هون المشكلة. إذا كانت بالثامن بدك تشوفي شو هن العوارض، ضغطها كتير عالي مش عم نقدر نعمل له كنترول، وضع الكبد عاطل جدا، ساعتها بدي أعطي مثلا أدوية لنمي الرواية تبع البيبي بأسرع وقت ويمكن شيل البيبي خلال 24 ساعة أو 48 ساعة. بس هم بتكون بذات الوقت عم تعالجها للمرأة بتكوني عم بتعالجيها أو عم تتفادي أنه تعمل ستروك أو جلطات أو شيء. هلأ ممكن كتير أنه ما تعمل كل هول، تعمل أمور بسيطة مثل ما حكينا من قبل، غيوم فوق البحر وبعد ما أجوا ساعتها بحطها أنا أو راحة تامة بالبيت يعني ممكن عالجها بالبيت صح، بس بشوفها كل أسبوع وبعيد الفحص الدم مداورة، أو بجمع البول على 24 ساعة وبعرف قدي كمية البروتين ب 24 ساعة. إذا الكمية مثلا تحت 300 ميلي جرام ما في لزوم نعمل شيء، بس إذا فوق 300 بدها تكون بالمستشفى لأنه في أي شيء يمكن يحصل. عندك ناس مثل الحالة اللي كنت عم بحكيها من قبل، اجت البروتين 3000، 3000 يعني في مشكله كثير كبيره الى اخره، وفي حالات اقوى من هيك. بقى كل مرحله لها علاجها الخاص. اي متى بيتاثر الطفل؟ يعني عاده عم نعرف انه اذا في مشكله بتتاثر المراه اول شيء، الطفل كيف بيتاثر؟ كل شيء له علاقه بالطفل، المراه دائما بتخاف ما بدي اعمل كذا لان رح يتاثر البيبي، البيبي ما بحياته بيتاثر باللحظه، يعني كتير نادرين الاشياء اللي دغري بأسرع على البيبي، يعني اذا قبعت البلاسنتا من محلها اوكي بتاثر، بس غير هيك البيبي بيطول ليتاثر. يعني اذا بلشت الاشياء عم تسوق مع المراه البيبي بيكمل نورمال، بس منشوف هالتاثير بعد جمعه، بعد 10 ايام، بعد اسبوعين حسب البيبي وسلامته وصحته.
ففي معنى وقت بس بده يكون مراقب، ما فيك تكون تاركتيها هيك. إذا لازم راقبها بالمستشفى إيه بحطها بالمستشفى وبراقب البيبي وبراقب دقات القلب كل يوم، بعمل إيكو كل 3-4 أيام وكل جمعة ومنقرر. بالنهاية أنا بدي حط على ميزان سلامة المرأة سلامة البيبي صحيح. وبدي خلص الاثنين. فهون بتصير الفن إذا بدك بالطب، لأن ما في واحد بيساوي اثنين. أوقات القرار صعب، إذا مثلا البيبي مثلا جد عنا حالة مؤخرا كان 28 أسبوع، يعني قبل 28 أسبوع عادة صعب أنه يعيش، بحالات نادرة بيعيشوا بس أنه الأمل كتير ضئيل. طب شو بتعملي؟ المرأة عم بتموت، شو فيك تعملي؟ مين أهم؟ صح. بتجربي تاخدي اثنين إذا ما قدرت اثنين المرأة أكيد أهم. طيب دكتور، هوني لما بيصير عندها هذا التسمم، إذا صار عندها نطفة مضاعفات وخسرته الجنين، بيترك أثار جانبية على صحتها على المدى البعيد أو ممكن يتعالج مع الأدوية؟ إذا ما عادة لا، يعني حتى لو وصلت إنه تعمل الكبد وعن لا كله بيرجع نورمال، بيعمل نور. كله بيرجع نورمال حتى لو وصلت لمحل وعملت مثل اللي بيوقعوا بالنقطة أو بترجع نورمال أغلب الأوقات. قليل لأنه تعمل مثلا تسمم حمل وبعد الحمل يضل عنده ضغط عالي، يمكن أوكي. بيبقى لفترة بس بيرجع نورمال، لأنه بيرجع بيقولك المشكلة مش منا، المشكلة من شيء تعرضت له. طيب بس تصير هيدي الحالة وخلصنا، إن كان خلصتوا المرأة والجنين أو خلصتوا المرأة بدون الجنين أو بقيت المرأة، في فحوصات ضرورية بترجعوا بتطلبوها من المرأة تعملوا لتحددوا ليش صار معها هيك، وخاصة إذا عم نحكي عن تخثر دم وغيره. حقلك من زمان كنا إذا صارت هالشغلة بالتاسع خلص راحت خلصنا ما بنعمل شيء، إذا صارت بالسابع لا مجبورة تنبشي على أسباب أخرى مثل شو قصة الدم عندها، وإذا الدم عندها سميك أو منه سميك أو عندها استعداد تعمل جلطات إجباري، خصوصا إذا خسرت الجنين إذا بالسادس أو بالسابع أو حتى بالتاسع. أوقات بتجي عندها ضغط عالي نتطلع ما في نبض للبيبي خسرت الجنين مجبورة تعمل كل هول، بس إذا لا بس مجرد تسمم حمل ما في شيء لازم تعملي، خلصنا إذا ولدت بالتاسع لأنه بتصير. وهون ما بتعود تحطوا المرأة من بعد إذا حبلت مرة ثانية تحت إبر سيالين وهيك؟ ما في لزوم أبداً، هيدي أكبر غلطة. مع أنه في حالات أنا بعرفها وأصلوا للثامن صار عندهم تسمم الحمل خسروا الجنين، ولكن المرأة رجعوا حطوها على فترة على خسر الجنين. فتا بتفوتي أنه خسرت الجنين، قلت لك مجرد تخسر الجنين مجبورة تنبشي على سبب. إذا نبشتي على سبب ولقيتي أغلب الأوقات بيكون في مشكلة بالدم تعطيها إبارين أو أي براند تاني. بس الفكرة هي أنه إذا خسرت الولد وعملت الفحوصات وما لقيت شيء، هون تختلف الأمور. في أطباء ما بيرتاحوا إلا ما يعطوا هيك مدارات، وفي ناس ما بيعطوا شيء. هلأ إذا عملتي إذا ما خسرت الجنين بس عملت تسمم حمل ولدتيها وكل شيء نورمال ورجع كل شيء لنورمال، ما في لزوم تعملي أي استادي وما في لزوم تحطيها ولا على مسيل للدم. وهون لما بتكون تخلصوا المرأة وبدو يروح الجنين لأنه مات الجنين، بتصير جراحة يعني سي سكشن أو ولادة طبيعية؟ شوفي حسب قديش المشكلة كبيرة، يعني أغلب الأوقات إذا تسمم الحمل منه كتير قوي أوكي فيها تولد طبيعي، خصوصا مثلا إذا كانت فترضي بالتاسع والعنق الرحم فاتح 5 سنتي وتسمم الحمل ضعيف، يعني أوكي فيك تولديها نورمال لأنه من 5 سنتي لـ10 رح تروح 5-6 ساعات. بس إذا جاي هي مثلا بأول التاسع عنق الرحم مسكر أول بيبي، يعني الولادة بدها تاخد 24 ساعة يمكن أو أكتر، يمكن ما تلحقي. هوني في كتير ناس بفضلوا يعملوا سيزارين، ما في شيء اسمه إذا في تسمم حمل لازم تعمل سيزارين. أوكي حسب حالة هلا نرجع شوي لورا، بلكي كنا بأول الثامن صح. لا يمكن أكيد لازم نعمل سيزارين، لأن بده وقت كتير أولا، وثانيا ما بدك تعرض الجنين لسترس أكتر مما هو سترس. فكل حالة إلا شيء، ما في شيء اسمه إذا صار هيك بدنا نعمل هيك. هوني يعني الخبرة تبع الطبيب وقد ما مرق عليه حالات هي اللي بتقرر إذا الجواب بيكون سيزارين قيصرية أو ولادة طبيعية أو لا. يعني هو بالحالة العلاج بيكون علاج العوارض مش السبب، لأنه السبب المشيمة هو البلاسنتا بدي شيله. يعني بدي شيل المشيمة كيف توصليني لهون بلا ما أقتل البيبي أو بلا ما يصير لها شيء المرأة؟ يعني أنت تركليش الضغط، تجرب قد ما فيك تخلي المرأة بتعمل لك كنترول. إذا الضغط كنترول ما بتعمل شيء،
بتراقبيها مهما تتطور الحاله وتحطيها او بالبيت او بالمستشفى حسب وين نحن وبتكوني عم تشتري وقت للبيبي لان كل يوم بيقعدوا الجنين جوات البطن عند او جوات الرحم عند المراه بيوفر لك 3 4 ايام برا بالكوفر الشغلة كتير مهمة انه نقدر ننمي رواية هالبيبي ليقدر يتنفس مش بس الرواية بدي يقدر ياكل وبدي يعمل problems قديش نسبة انتشار تسمم الحمل شائعة من خلال خبرتكم طبعا شوفي ذكرتي انه تقريبا 10% او 14% من الناس هيدي اذا بتاخدي كل الكون وبتحطيهم على جراف طيب بس انه اليوم ما بقى هيك انا برأيي ستاتيستيك هيدا او طمن هيك غير. ليش؟ لأنه نحن صرنا مننتبه والمرأة صارت بتنتبه اليوم المرأة أنا دايماً بس أطلع مع على انترفيو بركز ما تاخدي وزن انتبهي على وزنك اليوم وقتها ما بتاخدي وزن ما بيطلع ضغطك ما بيطلع ضغطك عم بشتري وقت يعني هول الأمور المرأة صارت تنتبه على حالها أكثر من أنه أيام ما كنا المرأة حبلي وتروح عند الطبيب مرة كل 3 أشهر لا بتفرق فهيدا استاتيستيك ما بقى عم نشوف هيك يعني أنا اليوم بالعيادة عندي ما عندي 10% نسبة تسمم حمل أقل بكتير مع أنه دكتور عم بتقول أنه هذا شيء خارج عني يعني أنا ما فيه رجلج للبلاسنتا مثل ما أنا بدي وخليها تشتغل هي رح تشتغل على زوقة ويمكن تجن بلحظة وتعمل طريقة مش طريقة خليها تجن بس تكون عم بتجن بنص الثامن وطلوع ما عندي مشكلة أوكي بس هون أنا عم تقول بتقول للمرأة ممكن وصلنا لتسمم حمل منكون وصلنا لارتفاع ضغط اوكي او شويه بروتين اوكي ما اسمه تسمم حمل غير ما يصيروا الكل مع بعض تتوصلي لهون انا بكون قطعت المرحله يعني الوقايه فيها المراه تعملها نوعا ما نوعا ما بتساعد ما فيها تعمل كنترول للمشيمه اوكي بس فيها تعمل كنترول بس فيها تنطع حالها انا بكون عم تشتري لي وقت لقصص وصلها على بر الامان ومن هونيك ورايح اذا بلشت تعمل تسمم حمل واجباتي القطه واجباتي عالجو إذا بقدر واجباتي طلع البيبي سليم والمرأة سليمة قبل ما يصير مشكلة ما فيني أعمل لها كنترول قبل ما أعمل الحلقة سألت هيك كذا شخص ما كتير عنده ثقافة طبية حول تسمم الحمل كمان يعني خصوصا قالوا أنه الغذاء بيلعب دور كتير بتسمم الحمل مش مزبوط أبدا خليني لما أكون عم بحكي ضدهم أوكي إذا بتاكل كتير وبيزيد وزنه أوكي غير موضوع يمكن بيعمل مشكلة شوية أكبر بس أنه هو بيسبب لا خلينا ننتقل لآخر فقرة اللي هي طبب نفسك والنصائح معطيها للمشاهدين كيف يعني يطببوا نفسهم بهذا الموضوع؟ الرياحة مش معناتها كل مرأة حامل لازم تقعد ما تعمل شيء لا بالعكس أنا أوقات بقولهم لا وكملوا حياتكم طبيعية وعملوا شوية اكزرسايز وكذا لأنه خصوصا بأول مراحل يعني هيدي شغلة منيحة ولكن إذا بلش يصير في عوارض بدنا ننتبه وانا نسمع على الطبيب وإذا قال لك قومي روحي على البيت وارتاحي بتروحي وبترتاحي ما بتحملي أشياء تقيلة ما بتطلع دراج وبتنزل دراج وكذا بهالحالة بدها رياحة بس ترتاحي كل جسمك بيرتاح ريلاكس عدم التعصيب هلا بتقولي لي شو خاص ايه مزبوط انه بس تعصبي شرايينك بزمو هالشرايين عم بيعصروا على المشيمه فكله على بعضه رياحه اوكي بس ترتاح اوقات كتير مثلا بنلقط بدايه شيء بنقول لهم روحوا على البيت ارتاحوا جمعه ورجعوا بتلاقي انه الامور تحسنت مشان هيك مهم الالتزام بمواعيد الطبيب بزيارة الطبيب يعني وخاصة نحن اللبنانية كتير بنسترشق بعوارض بنحس فيها بنصير لأنه تعبنا لأنه مدري شو لأنه أخذنا أكلنا هيك هون المرأة الحامل لازم تكون أكثر حساسة وتعرف أنه أي عارض هو كتير مهم ممكن يكون مخبى وراء أمور خطيرة على صحتها وصحة الجنين مزبوط بس بلا بانيك يعني مش مفروض أقل شغلة تحس فيها تقول أنا عم بيصير معي كذا لا بتجمعون بس يصيروا 3-4 اشياء مع بعضهم تلفت نظره للطبيب طبيب بيعرف شو يعمل اصلا نحن كاطباء نحن منفتش على كذا شغلي بلا ما انت تعرفي يعني انا اليوم تجي لعندي مثلا المريضة انا عم بحكي معها قبل ما فوت على الفحص انا بكون انتبهت اذا ورمانين رقبتها صبيعة بلا ما تحكي ما انت عم تنبشي عليهم وقتها بكون عم بفحصها وعم بسألها كيف مثلا البول وكذا هي ما بتعرف أنا ليش عم بسألها بس أنا عم بسأل لأعرف إذا البول تغير لونه عم بيعطيني إشارة يعني في كتير أمور أوقات يعني عندنا مرضى أوقات بيقولوا طب حكيم جيت اليوم وعن جد ما عملت شيء يعني طلعت على الميزان وشفت اللي ضغطي وشفنا نبض البيبي
انا بكون عملت 30 شغله ما معها خبرهم. اذا بدي اقعد خبرها عنهم كثير عطلانه هم. صح بدك تحطها تحت فنيك. ما يفكروا ان زراحوا عند الطبيب وحسوا انه ما عمل لهم شيء، هو عمل كثير بلا ما هم يعرفوا. شكرا لك دكتور أنطوان كرم، شكرا لحضورك ضيف معنا، وشكرا انك فتحت لنا المجال وسمحت لنا ان نشارك ونصور بالكونسرت حتى نشوف عن جد هذا الاحساس والابداع اللي عندك ان كان بمجال العزف او باختصاصك. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، لهون تنتهي حلقتنا. بدي اذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم. حساسي وببلش ينزل بروتين بالبول كتير، بس هو كلهم عوارض بعد المرأة ما بتحس فيهم، أغلب الأوقات ما بتحس فيهم. في عنا حالات إنه وصلت يعني وصلت تسمم الحمل بمرحلة متقدمة وما حدا نعرف شيء، وحتى أوقات بتجي مثلا بدون ارتفاع ضغط. يعني أوقات بيعم تعمل عوارض ما بتحس فيها، وأوقات في عوارض بتحس فيها. مثلاً ارتفاع الضغط ممكن تحس فيه إذا وجع راسها، إذا شيء، إذا ورموا إجريها كتير، إذا زاد وزنها بطريقة غير طبيعية. وجع الظهر، وجع الظهر هي بيقولوا إنه هذا شيء بيصير بس ما بنشوفه كتير لأنه أغلب الحوامل عندها وجع ظهر لأسباب تاني، فمش هيدا هو التركيز. مثلاً واحدة من الأشياء اللي احنا بنركز عليها على قليلة حرقة بالمعدة. هلأ عظيم، هو عوارض مش ممكن ما تتوقف عندهم المرأة، بس إذا اليوم أنت عندك حرقة تعطي دواء للحرقة وما بتروح، إذا هيدي إشارة. مثل وجع الرأس، إذا أوكي وجع الرأس أخذت حبة دواء لوجع الرأس وراح الوجع نو بروبلم، بس إذا ما عم بيروح وعم بيكون مستمر هيدي دليل. إذا اليوم ما عم تاكل المرأة كتير ومن جمعة لجمعة أخذت 3 كيلو، طيب شو صار؟ نحن هون بنسأل مثلا الفوتة على الحمام يعني البول عم بيكون أقل، شو لونه؟ إذا كان لونه غامق وكميته أقل يعني أنت هالمي ما عم تظهر من جسمك، عم تبقى بجسمك، هي عم تعطيك الوزن. يعني عرفتي يعني عدة أمور بدك تنتبهي لها، مش أنه إشارة واحدة وخلاص، مش حبة طلعت وهي هي المشكلة. إيه بس دكتور أنطوان هون عوارض اللي عم تحكي عنهم، يعني المرأة أوقات ما بتتوقف عندهم إلا إذا مرة كانت كتير مسرسبة بخلال حملها، بتبقى واقفة حد عند أي عارض بتحس فيه رو خفيف. هون يعني هون المرأة ما بتوصل لعندكم على المستشفى إلا بتكون خلاص يعني بمرحلة متقدمة صارت. هي مش مفروض تتسرسق، أوكي. لانه هو كلهم اللي عديناه هون، كل وحده لحالها هي ما بتشكل اي مشكله، بس أوكي. بس يجتمعوا مع بعض هي المشكله. وجباتها اذا راحت عند الطبيب بانتظام، طبيب وجباته انه يوصل الاشياء مع بعضها. فهون الطبيب دوره انه اذا جيت انت لعندي كمراه حامل قلت لي عندي وجع راس وكل هوليك مش موجودين، انا ما بخليك تعتلي هم. بس اليوم قلت لي عندي وجع راس وشوي زاد وزنك، لأنه إحنا منزينك كل مرة وفي شوية بروتين يمكن بالبول وضغطك ندفع على الحفة، أنا دغري ببعتك تعملي فحص دم، لأن بفحص الدم أنا بقدر بعرف إذا الكبد بلش يتأثر. إذا الكبد بلش يتأثر يعني هون مثل واحد عم يشوف الغيوم فوق البحر وشايفهم جايين على صوبك، بتشتري شمسية يعني بتتوقي بتريحيها، لأن بس ترتاح المرة وما بقعد عندها أكتيفيتي كتير تروح وتجي وكذا بيرتاح المشيمة وبيرتاح الغذاء لإلها، وبتكوني انت عم تشتري وقت. يعني تسمم الحمل ما بيجي هيك سبيت؟ لا ما بيجي هيك بصراحة. يعني بيجي على مراحل وبيجي كتير بطيء. اوكي. بحالات نادرة بيجي شوي بسرعة، بس هو اللي يا بيكونوا باخر مراحل الحمل. اوكي. يعني عنا ناس يعني انا فيني اتذكر كم شخص صار عندهم حالات من جمعة لجمعة، جمعة ما كان بها شيء ابدا، فحص الدم كان نورمال، تاني جمعة كان عندها تسمم حمل وكتير سريع وكانت عم بتكب بروتين بالبول بكميات هائلة، واضطرينا نشيل البيبي بسرعة، وإلا لو تأخرنا كم ساعة كان صار في مشكلة كبيرة للبيبي. بس في كمان حالات نادرة بتصير، انت ذكرتي انه من 27 أسبوع وطلوع، من 27 ل 30 كتير قليل لنشوفهم، بس إذا شفناهن يعني المرأة رايحة بتطور كتير سريع لمشكلة كتير كبيرة أو مع أو مع البيبي ومجبورة تاخد قرار سريع بتوقيفها. ممكن يموت البيبي يعني أو المرأة إذا ما لحقتها، يعني لأنه تسمم الحمل
إذا راح على الفورم الأكثر شيء أسوأ فورم لإله ممكن يسبب جلطات بالدماغ، ممكن يسبب مثل واحد بيوقع بالنقطة، ممكن تروح كوما، ممكن يصير في انفجار بالرأس، يعني في مليون قصة كتير كبيرة ممكن أنها تصير، وممكن تؤدي لحالة تانية اسمها هيلب سيندروم يلي هي ببلشوا الأعضاء يوقفوا ويبطلوا يشتغلوا. هنتوقف دكتور مع فاصل صغير من بعده حتى نحكي عن التشخيص، عن العلاجات ومضاعفات هذه المشكلة وكيف فينا نتوقع منها إذا كانت بإرادتنا أو خارج إرادتنا. عودي لكم مشاهدينا حتى نتابع المجال الصحي مع ضيفنا دكتور أنطوان كرم. مش برحب فيك من جديد دكتور، حضرتك اختصاصي جراحة نسائية توليد وعقم. دكتور عم نحكي عن تسمم الحمل عند المرأة الحامل، طبعا هون بدي أقول هل في ناس معرضات، نساء معرضات لهذه الشغلة؟ يعني بتعرفوا أنه سهل مرة من خلال حملها أو من خلال استوار فاميليال تبعها ممكن تكون هي عندها استعداد لهذا الموضوع؟ بيقولوا أنه إذا كان عمرك متقدم أو إذا كان عمرك كثير صغير، يعني مثلا عمرك 25 ممكن يكون، أو إذا عمرك 45 أوكي. في ناس بيقولوا أنه إذا صايرة بالعائلة ممكن أنها تصير، هيدي منا كثير دقيقة، لأنه إذا صايرة بالعائلة وعم ترجع تصير مع الأشخاص يعني في مشكلة تانية بدورة الدم مثلا أو بتكثر الدم أو شيء هيك، هو بيكون عم بيسبب لمشكلة بالمشيمة اللي هي بتسبب لأشياء بتشبه تسمم الحمل. فاذا هيك بس تقلك انه اوقات بيجينا ناس ما في ولا اشاره انه رح يكون عندهم شيء وبتصير، لانه هي الموقع تبع البلاسنتا على الرحم وكيف تغذيه هالرحم للبلاسنتا هي اللي بتعمل، فبده يضل واحد من هي ما بتقدر تشوفوها من خلال الايكو كيف وضعها واذا في مشي، ما في ابدا لا أي. لانه بالايكو ببين انه البلاسنتا موجود موقعه منيح او واطي او عالي، بس مش هو واطي او عالي، هو كيف الدم عم بيتجاوب ما بين المشيمة وما بين الرحم. إذا نفوت بالتفاصيل في يكون مشكلة من الرحم ريلي وفي يكون من المشيمة بحد ذاتها هي تكوينها قاسي مثلا أو طيب اليوم أكيد سؤال بيطرحوه كتار من النساء، هل رح يتكرر هالشي معي بالحملة الثانية أو الثالث؟ أحسن سؤال سألتي هيدا. أغلب الأوقات إن كل أسئلته هوليك ما قالها عازة قالها عازة وبتجنن، بس هيدا أحسن سؤال لأنه الكل بيسألوه بس تصير معهم لأنه مشكلة والعلاج تبعها أو بتولديها مبكرة وهيك بتجي ما بقى بدها تحمل مرة ثانية، هيك أغلب الأوقات ما بتتكرر. هيدي يعني لازم الناس تعرف إنه صار معها هالشيء أول مرة على الأرجح ثاني مرة ما لح تصير. ما بنعرف ليه كمان يعني واحد فيه يتكهن إنه ممكن هلا الرحم مثلا ما هو بينفخ وبيكبر والشرايين تبعه له بتتغير، يمكن مرة الجاي بصير أسهل هالبلاسنتا إنها تاخذ الدم والغذاء، ما بنعرف هذا كله يعني تكهنات، ولكن أغلب الأوقات ما بترجع كثير. إذا رجعت صار يعني في مشكلة تانية بدنا ننبش عليها، نرجع نحكي عن تكثر الدم والقصص هول اللي لازم ننتبه له، أو إذا المرأة هي بالأساس عندها ضغط عالي وحبلت وممكن هالشي إذا ما تلاحق مظبوط بيأثر على الكلوة، الكلوة بتنضرب بتعطي شيء أشير شبيهة. بس هوني أكيد بيكون في متابعة من قبل الطبيب، يعني عارف إنه ضغطها عالي وبكون عم يتابع أكثر من أي مرأة أخرى ما عندها ولا أي مشكلة. طب اليوم تشخيص بس توصل مرأة عندكم بهالعوارض يعني أنتم تقريبا بتشكوا إنه هي تكون ممكن تسمم الحمل، شو أول تشخيص تعملوا؟ فحص بول؟ فحص بول، فحص دم، الدم والبول يعني بمثابة بعضهم، وحتى أنا بالنسبة لي فحص الدم هو أهم. لأنه مثل ما قلت لي كل مرأة حامل فيها تنزل شوية بروتين بالبول، بس فحص الدم هو كتير مهم لأن بيقول لي إذا الكبد عم ينضرب. إذا الكبد بلش ينضرب أو أمور تانية بفحص الدم نحن مننبش عليها بتبلش تبين مثلا إذا في مشكلة أو عم تروح على تسمم الحمل أو على هيلب سيندروم، هوني بيصير عنا أنه بدنا ناخد قرار شو بدنا نعمل. القرار بيتعلق ب وين هي بمرحلة الحمل، هل هي 28 أسبوع، هل هي 30 أسبوع، هل هي 36 بالشهر التاسع. إذا بالتاسع ولادة لأنه بس شيل مش البيبي، بس يطلع البيبي وتشيل المشيمة البلاسنتا بتبلش الأمور تبرم. بتطول يمكن 24 ساعة أو 48 ساعة وبعدين بتبرم. بس هي هون المشكلة. إذا كانت بالثامن بدك تشوفي شو هن العوارض، ضغطها كتير عالي مش عم نقدر نعمل له كنترول، وضع الكبد عاطل جدا،
ساعتها بدي أعطي مثلا أدوية لنمي الروية تبع البيبي بأسرع وقت، ويمكن شيل البيبي خلال 24 ساعة أو 48 ساعة. بس هون بتكون بذات الوقت عم تعالجها للمرأة، بتكون عم بتعالجيها أو عم تتفادي أنه تعمل ستروك أو جلطات أو شيء. هلأ ممكن كتير أنه ما تعمل كل هول، تعمل أمور بسيطة مثل ما حكينا من قبل، غيوم فوق البحر وبعد ما أجوا ساعتها بحطها أنا أو راحة تامة بالبيت، لأن ممكن عالجها بالبيت صح بالبيت. بس بشوفها كل أسبوع وبعيد الفحص الدم مداورة، أو بجمع البول على 24 ساعة وبعرف قدي كمية البروتين ب 24 ساعة. إذا هالكمية مثلا تحت 300 ميلي جرام ما في لزوم نعمل شيء، بس إذا فوق 300 بدها تكون بالمستشفى، لأنه في أي شيء يمكن يحصل. عندك ناس مثل الحالة اللي كنت عم بحكيها من قبل، اجت البروتين 3000 يعني في مشكلة كتير كبيرة إلى آخره، وفي حالات أقوى من هيك. بقى كل مرحلة إلى علاجها الخاص. أي متى بيتأثر الطفل؟ يعني عادة عم نعرف أنه إذا في مشكلة بتتأثر المرأة أول شيء، الطفل كيف بيتأثر؟ كل شيء له علاقة بالطفل. المرأة دايما بتخاف، ما بدي أعمل كذا لأن رح يتأثر البيبي. البيبي ما بحياته بيتأثر باللحظة، يعني كتير نادرين الاشياء اللي دغري بأسرع على البيبي. يعني اذا ابعت البلازنتا من محلها اوكي بتاثر، بس غير هيك البيبي بيطول ليتاثر. يعني اذا بلشت الاشياء عم تسوق مع المراه البيبي بيكمل نورمال، بس منشوف هالتاثير بعد جمعه بعد 10 ايام بعد اسبوعين حسب البيبي وسلامته وصحته وياه. ففي معنى وقت، بس بده يكون مراقب، ما فيك تكون تاركتيها هيك. اذا لازم راقبها بالمستشفى، ايه بحطها بالمستشفى وبراقب البيبي وبراقب دقات القلب كل يوم، بعمل ايكو كل 3-4 ايام وكل جمعه ومنقرر. بالنهايه انا بدي احط على ميزان سلامه المراه سلامه البيبي صحيح. وبدي اخلص الاثنين. فهون بتصير الفن اذا بدك بالطب، لان ما في واحد بيساوي اثنين. اوقات القرار صعب، اذا مثلا البيبي مثلا جد عنا حاله مؤخرا كان 28 أسبوع، يعني قبل 28 أسبوع عادة صعب أنه يعيش. صح. بحالات نادرة بيعيشوا، بس أنه الأمل كتير ضئيل. طب شو بتعملي؟ المرأة عم بتموت، شو فيك تعمل؟ مين أهم؟ بتجربة تاخدي اثنين، إذا ما قدرت اثنين المرأة أكيد أهم. طيب دكتور، هوني لما بيصير عندها هذا التسمم، إذا صار عندها نطفة مضاعفات وخسرته الجنين، بيترك أثار جانبية على صحتها على المدى البعيد أو ممكن يتعالج مع الأدوية؟ إذا ما عادة لا، يعني حتى لو وصلت أنه تعمل الكبد وعن... لا كله بيرجع نورمال، بيعمل نور. كله بيرجع نورمال حتى لو وصلت لمحل وعملت مثل اللي بيوقعوا بالنقطة أو بترجع نورمال. أغلب الأوقات قليل، لأنه تعمل مثلا تسمم حمل وبعد الحمل يضل عنده ضغط عالي. يمكن بيبقى لفترة بس بيرجع نورمال. لأنه برجع بقلك المشكلة مش منا، المشكلة من شيء تعرضت له. طيب بس تصير هيدي الحالة وخلصنا، إن كان خلصتوا المرأة والجنين أو خلصتوا المرأة بدون الجنين أو بقيت المرأة، في فحوصات ضرورية بترجعوا بتطلبوا من المرأة تعملوا لتحددوا ليش صار معها هيك، وخاصة إذا عم نحكي عن تخثر دم وغيره. لحقلك من زمان كنا إذا صارت هالشغلة بالتاسع خلص راحت خلصنا ما بنعمل شيء. إذا صارت بالسابع لا، مجبورة تنبشي على أسباب أخرى، مثل شو قصة الدم عندها، وإذا الدم عندها سميك أو منه سميك، أو عندها استعداد تعمل جلطات إجباري، خصوصا إذا خسرت الجنين. إذا بالسادس أو بالسابع أو حتى بالتاسع، أوقات بتجي عندها ضغط عالي نتطلع ما في نبض للبيبي، خسرت الجنين مجبورة تعمل كل هول. بس إذا لا، بس مجرد تسمم حمل ما في شيء لازم تعملي، خلصنا إذا ولدت بالتاسع. لأنه بتصير. وهوني ما بتقعد تحطوا المرأة من بعد إذا حبلت مرة ثانية تحت إبر سيالين وهيك؟ ما في لزوم أبدا، هيدي أكبر غلطة فيهم. يعني في حالات أنا بعرفها ووصلوا للثامن صار عندهم تسمم الحمل، خسروا الجنين، وهيك المرأة رجعوا حطوها على فترة. لحظة. على خسر الجنين، فتا بتفوتي أنه خسرت الجنين، قلت لك مجرد تخسر الجنين مجبورة تنبشي على سبب. إذا نبشتي على سبب ولقيتي، أغلب الأوقات بيكون في مشكلة بالدم، تعطيها أبارين أو أي براند تاني. بس الفكرة هي أنه إذا خسرت الولد وعملت الفحوصات وما لقيت شيء، هوني تختلف الأمور. في أطباء ما بيرتاحوا إلا ما يعطوا هيك مدارات، وفي ناس ما بيعطوا شيء. هلأ إذا عملتي، إذا ما خسرت الجنين بس عملت تسمم حمل ولدتيها وكل شيء نورمال ورجع كل شيء لنورمال، ما في لزوم تعملي أي استادي وما في لزوم تحطيها ولا على مسيل للدم. هون لما بتكون تخلصوا المرأة وبده يروح الجنين لأنه مات الجنين،
بتصير جراحة يعني سي سكشن أو ولادة طبيعية؟ شوفي حسب قديش المشكلة كبيرة. يعني أغلب الأوقات إذا تسمم الحمل منه كتير قوي أوكي فيها تولد طبيعي، خصوصا مثلا إذا كانت فترضي بالتاسع والعنق الرحم فاتح 5 سنتي وتسمم الحمل ضعيف، يعني أوكي فيك تولديها نورمال لأنه من 5 سنتي لـ10 رح تروح 5-6 ساعات. بس إذا جاي هي مثلا بأول التاسع عنق الرحم مسكر أول بيبي، يعني الولادة بدها تاخد 24 ساعة يمكن أو أكتر، يمكن ما تلحقي. هون في كتير ناس بفضلوا يعملوا سيزارين. ما في شيء اسمه إذا في تسمم حمل لازم تعمل سيزارين. أوكي حسب حالة ال. هلا نرجع شوي لورا، بلكي كنا بأول الثامن. صح. لا يمكن أكيد لازم نعمل سيزارين، لا بده وقت كتير أولا، وثانيا ما بدك تعرض الجنين لسترس أكتر مما هو سترس. فكل حالة لها شيء، ما في شيء اسمه إذا صار هيك بدنا نعمل هيك. هون يعني الخبرة تبع الطبيب وقدي مرق عليه حالات هي اللي بتقرر إذا الجواب بيكون سيزارين قيصرية أو ولادة طبيعية أو لا. يعني هو بالحالة العلاج بيكون علاج العوارض مش السبب، لأنه إن السبب المشيمة هو البلاسينتا. أوكي. يعني بدي شيل المشيمة. إيه. طب كيف توصليني لهون بلا ما أقتل بيبي أو بلا ما يصير له شيء المرض؟ يعني إذاك تجرب تركليش الضغط، تجرب قد ما فيك تخلي المرأة تعمل لك كنترول. إذا الضغط كنترول ما بتعمل شيء، بتراقبيها مهمة تتطور الحالي وتحطيها أو بالبيت أو بالمستشفى حسب وين نحن. وبتكون عم تشتري وقت للبيبي، لأن كل يوم بيقعدوا الجنين جوات البطن عند أو جوات الرحم عند المرأة بيوفر لك 3-4 أيام برا بالكوفر. فالشغلة كتير مهمة إنه نقدر ننمي رواية هالبيبي ليقدر يتنفس. مش بس الرواية، بدي يقدر يأكل وبدي يعمل problems. قديش نسبة انتشار تسمم الحمل شائعة من خلال خبرتكم طبعا بعيادتكم؟ شوفي ذكرتي انه تقريبا 10% او 14% من الناس، هيدي اذا بتاخدي كل الكون وبتحطيهم على جراف. طيب بس انه اليوم ما بقى هيك، انا برايي ستاتستيك هيدا اوطى من هيك. ليش؟ لانه نحن صرنا بننتبه والمراه صارت بتنتبه. اليوم المراه انا دائما بس اطلع على انترفيو بركز ما تاخدي وزن، انتبهي على وزنك. اليوم وقتها ما بتاخدي وزن ما بيطلع ضغطك، ما بيطلع ضغطك عم بشتري وقت. يعني هول الأمور المرأة صارت تنتبه على حالها أكتر من أنه أيام ما كنا المرأة حبلة تروح عند الطبيب مرة كل 3 أشهر. لا بتفرق. فهيدا ستاتيستيك ما بقى عم نشوف هيك. يعني أنا اليوم بالعيادة عندي ما عندي 10% نسبة تسمم حمل. أقل بكتير. مع انه دكتور عم بتقول انه هذا شيء خارج عني، يعني انا ما فيي رجلش البلاسنتا مثل ما انا بدي وخليها تشتغل. هي رح تشتغل على ذوقها ويمكن تجن بلحظه وتعمل طريقه مش طريقه. خليها تجن بس تكون عم بتجن بنص الثامن وطلوع، ما عندي مشكله. اوكي بس هون عم بتقول بتقول للمراه بنكون وصلنا لتسمم حمل. اوكي بنكون وصلنا لارتفاع ضغط. اوكي او شويه بروتين. اوكي ما اسمه تسمم حمل غير ما يصيروا الكل مع بعض. تتوصلي لهون انا بكون قطعت المرحله. يعني الوقاية فيها المرأة تعملها نوعا ما نوعا ما بتساعد. ما فيها تتعمل كنترول للمشيمة. أوكي. بس فيها تعمل كنترول، بس فيها تنطع حالها. أنا بتكون عم تشتري لي وقت لقصص وصلها على بر الأمان. ومن هونيك ورايح إذا بلشت تعمل تسمم حمل واجباتي ألقطه، واجباتي عالجه إذا بقدر، واجباتي طلع البيبي سليم والمرأة سليمة قبل ما يصير مشكلة ما فيني أعمل لها كنترول. قبل ما أعمل الحلقة سألت هيك كذا شخص ما كتير عندهم ثقافة طبية حول تسمم الحمل كمان، يعني خصوصا قالوا أنه الغذاء بيلعب دور كتير بتسمم الحمل. مش مزبوط أبدا. خليني لما أكون عم بحكي ضدهم. أوكي إذا بتاكل كتير وبيزيد وزنه أوكي غير موضوع، يمكن بيعمل المشكلة شوية أكبر. بس أنه هو بيسبب لا. خلينا ننتقل لآخر فقرة اللي هي طب بنفسك والنصائح معطيها للمشاهدين. كيف يعني يطببوا نفسهم بهذا الموضوع؟ الرياحة مش معناتها كل مرأة حامل لازم تقعد ما تعمل شيء. لا بالعكس، أنا أوقات بقول لهم لا وكملوا حياتكم طبيعية وعملوا شوية اكزرسايز وكذا، لأنه خصوصا بأول مراحل يعني هيدي شغلة منيحة. ولكن إذا بلش يصير في عوارض بدنا ننتبه، بدنا نسمع للطبيب. وإذا قال لك قومي روحي على البيت وارتاحي بتروحي وبترتاحي، ما بتحملي أشياء تقيلة، ما بتطلع دراج وبتنزل دراج وكذا. بهالحالة بدها رياحة بس ترتاحي،
كل جسمك بيرتاح ريلاكس. عدم التعصيب، هلا بتقولي لي شو خاص؟ ايه مزبوط، انه بس تعصبي شرايينك بزموا، هالشرايين عم بيأثروا على المشيمه، فكله على بعضه رياحه. اوكي، بس ترتاح اوقات كثير، مثلا بنلقط بدايه شيء بنقول لهم روحوا على البيت ارتاحوا جمعه ورجعوا، بتلاقي انه الامور تحسنت. مشان هيك مهم الالتزام بمواعيد الطبيب، زيارة الطبيب يعني، وخاصة نحن اللبنانية كتير بنستلشق بعوارض بنحس فيها، بنصير نقول لأنه تعبنا، لأنه مدري شو، لأنه أخذنا أكلنا هيك. هون المرأة الحامل لازم تكون أكثر حساسة وتعرف إنه أي عارض هو كتير مهم، ممكن يكون مخبى وراء أمور خطيرة على صحتها وصحة الجنين. مزبوط، بس بلا بانيك، يعني مش مفروض أقل شغلة تحس فيها تقول أنا عم بيصير معي كذا. لا، بتجمعون بس يصيروا ثلاث أربع أشياء مع بعضهم، تلفت نظره للطبيب، طبيب بيعرف شو يعمل. أصلا نحن كأطباء نحن منفتش على كذا شغلة بلا ما أنت تعرفي. يعني أنا اليوم تجي لعندي مثلا المريضة، أنا وعم بحكي معها قبل ما فوت على الفحص أنا بكون انتبهت إذا ورمانين رقبتها صبيعة بلا ما تحكي، ما أنت عم تنبشي عليهم وقتها، بكون عم بفحصها وعم بسألها كيف مثلا البول وكذا، هي ما بتعرف أنا ليش عم بسألها. صح. بس أنا عم بسأل لأعرف إذا البول تغير لونه، عم بيعطيني إشارة. يعني في كتير أمور أوقات، يعني عندنا مرضى أوقات بيقولوا طب حكيم جيت اليوم وعن جد ما عملت شيء، يعني طلعت على الميزان وشفت اللي ضغطي وشفنا نبض البيبي، أنا بكون عملت 30 شغلة ما معها خبرهم. صح. إذا بدي أقعد خبرها عنهم تصير عطلاني هام. صح، بدك حتى تحت فنيك. ما يفكروا إن زراحوا عند الطبيب وحسوا إنه ما عمل لهم شيء، هو عمل كتير بلا ما هم يعرفوا. شكرا لك دكتور أنطوان كرم، شكرا لحضورك ضيف معنا، وشكرا إنك فتحت لنا المجال وسمحت لنا أن نشارك ونصور بالكونسرت حتى نشوف عن جد هذا الإحساس والإبداع اللي عندك إن كان بمجال العزف أو باختصاصك. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا لهون تنتهي حلقتنا، بدي اذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم. بالحالة العلاج بيكون علاج العوارض مش السبب، لأنه السبب المشيمة هو البلاسينتا. أوكي. يعني بدي شيل المشيمة. إيه. كيف توصليني لهون بلا ما أقتل بيبي أو بلا ما يصير لها شيء المرض؟ يعني إذاك جرب تركليش الضغط، جرب قد ما فيك. صح. تخلي المرأة بتعمل لك كنترول. إذا الضغط كنترول ما بتعملي شيء، بتراقبيها مهمة تتطور الحالة وتحطيها أو بالبيت أو بالمستشفى حسب وين نحن. وبتكون عم تشتري وقت للبيبي، لأن كل يوم بيقعدوا الجنين جوات البطن عند أو جوات الرحم عند المرأة بيوفر لك 3-4 أيام برا بالكوفر. فشغلة كتير مهمة إنه نقدر ننمي رواية هالبيبي ليقدر يتنفس. مش بس الرواية، بدي يقدر يأكل وبدي يعمل problems. قديش نسبة انتشار تسمم الحمل شائعة من خلال خبرتكم طبعاً؟ شوفي، ذكرتي أنه تقريباً 10% أو 14% من الناس، هيدي إذا بتاخدي كل الكون وبتحطيهم على جراف. طيب، بس أنه اليوم ما بقى هيك. أنا برأيي ستاتيستيك هيدا أو طمني. طيب. ليش؟ لأنه نحن صرنا مننتبه والمرأة صارت بتنتبه. اليوم المرأة، أنا دايماً بس أطلع مع على انترفيوك بركز ما تاخدي وزن، انتبهي على وزنك. اليوم وقتها ما بتاخدي وزن ما بيطلع ضغطك، ما بيطلع ضغطك عم بشتري وقت. يعني هول الأمور، المرأة صارت تنتبه على حالها أكثر من أنه أيام ما كنا المرأة حبلة وتروح عند الطبيب مرة كل 3 أشهر. لا، بتفرق. فهيدا ستاتيستيك ما بقى عم نشوف هيك. يعني أنا اليوم بالعيادة عندي ما عندي 10% نسبة تسمم حمل. أقل بكتير. مع انه دكتور عم بتقول انه هيدا شيء خارج عني، يعني انا ما فيي رجلش البلاسنتا مثل ما انا بدي وخليها تشتغل، هي رح تشتغل على ذوقها ويمكن تجن بلحظه وتعمل طريقه مش طريقه. خليها تجن، بس تكون عم بتجن بنص الثامن وطلوع، ما عندي مشكله. اوكي، بس هون انا عم بقول بتقول للمراه ممكن وصلنا لتسمم حمل. بنكون وصلنا لارتفاع ضغط. اوكي، او شويه بروتين. اوكي، ما اسمه تسمم حمل غير ما يصيروا الكل مع بعض. تتوصل لهون انا بكون قطعت المرحله. يعني الوقاية فيها المرأة تعملها نوعا ما. نوعا ما بتساعد. ما فيها تعمل كنترول للمشيمة. اوكي، بس فيها تعمل كنترول، بس فيها تنطع حالة.
أنا بتكون عم تشتري لي وقت لقصص وصلها على بر الأمان. ومن هونيك ورايح إذا بلشت تعمل تسمم حمل واجباتي ألقطه واجباتي عالجه إذا بقدر واجباتي طلع البيبي سليم والمرأة سليمة قبل ما يصير مشكلة ما فيني أعمل لها كنترول. قبل ما أعمل الحلقة سألت هيك كذا شخص ما كتير عندهم ثقافة طبية حول تسمم الحمل كمان يعني خصوصا قالوا إنه الغذاء بيلعب دور كتير بتسمم الحمل. مش مزبوط ابدا. خليني لما اكون عم بحكي ضدهم. اوكي اذا بتاكل كتير وبيزيد وزنه اوكي غير موضوع يمكن بيعمل المشكله شوي اكبر. بس انه هو بيسبب لا. خلينا ننتقل لاخر فقره اللي هي طبب نفسك والنصائح معطيها للمشاهدين. كيف فيهم يطببوا نفسهم بهذا الموضوع؟ الرياحه مش معناتها كل مرأة حامل لازم تقعد ما تعمل شيء، لا بالعكس. أنا أوقات بقول لهم لا وكملوا حياتكم طبيعية وعمل شوية اكزرسايز وكذا، لأنه خصوصا بأول مراحل يعني هيدي شغلة منيحة. ولكن إذا بلش يصير في عوارض بدنا ننتبه وبدنا نسمع للطبيب. وإذا قال لك قومي روحي على البيت وارتاحي بتروحي وبترتاحي، ما بتحملي أشياء تقيلة، ما بتطلع دراج وبتنزل دراج وكذا. بهالحالة بدها رياحة، بس ترتاحي كل جسمك بيرتاح. ريلاكس، عدم التعصيب. هلا بتقولي لي شو خاص؟ ايه مزبوط، انه بس تعصبي شرايينك بزمو، هالشرايين عم بيعسروا على المشيمة، فكله على بعضه رياحة. اوكي بس ترتاح. اوقات كتير مثلا بنلقط بداية شيء بنقول لهم روحوا على البيت ارتاحوا جمعة ورجعوا، بتلاقي انه الامور تحسنت. مشان هيك مهم الالتزام بمواعيد الطبيب، زيارة الطبيب يعني، وخاصة نحن اللبنانية كتير بنستلشق بعوارض بنحس فيها، بنصير نقول لأنه تعبنا، لأنه مدري شو، لأنه أخذنا أكلنا هيك. هون المرأة الحامل لازم تكون أكثر حساسة وتعرف إنه أي عارض هو كتير مهم، ممكن يكون مخبى وراء أمور خطيرة على صحتها وصحة الجنين. مزبوط، بس بلا بانيك يعني، مش مفروض أقل شغلة تحس فيها تقول أنا عم بيصير معي كذا. لا بتجمعون بس يصيروا ثلاث أربع أشياء مع بعضهم، تلفت نظره للطبيب، طبيب يعرف شو يعمل. أصلا نحن كأطباء نحن منفتش على كذا شغلة بلا ما أنت تعرفي. يعني أنا اليوم تجي لعندي مثلا المريضة، أنا عم بحكي معها قبل ما فوت على الفحص، أنا بكون انتبهت إذا ورمانين رقبتها صبيعة بلا ما تحكي، ما أنت عم تنبشي عليهم. وقت بكون عم بفحصها وعم بسألها كيف مثلا البول وكذا، هي ما بتعرف أنا ليش عم بسألها. صح. بس أنا عم بسأل لأعرف إذا البول تغير لونه، يعني عم بيعطيني إشارة. يعني في كتير أمور أوقات يعني عندنا مرضى أوقات بيقولوا طب حكيم جيت اليوم وعن جد ما عملت شيء، طلعت على الميزان وشفت اللي ضغطي وشفنا نبض البيبي. أنا بكون عملت 30 شغلة ما مع خبرهم، إذا بدي أقعد خبرها عنهم بتصير عطلانة. صح، بدك تحطها تحت فنيك. ما يفكروا إن إذا راحوا عند الطبيب وحسوا إنه ما عمل لهم شيء، هو عمل كتير بلا ما هم يعرفوا. شكرا لك دكتور أنطوان كرم، شكرا لحضورك ضيف معنا، وشكرا إنك فتحت لنا المجال وسمحت لنا إن نشارك ونصور بالكونسرت حتى نشوف عن جد هذا الإحساس والإبداع اللي عندك إن كان بمجال العزف أو باختصاصك. شكرا لك. شكرا لكم. مشاهدينا لهون تنتهي حلقتنا، بدي اذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.